مشاهدينا الكرام، ها هي الانطلاقة لشوطنا السادس عشر، أما بعون من الله تعالى وتوفيق شوطنا السادس عشر الخاص بأيضا الإذاعة القعدان المهجنات الأصايل لأيضا هذا الأداء الجميل. نتابع مشاهدينا الكرام هذه الانطلاقة، نتابع الصدارة، نتابع المقدمة والمركز الأول. شوط الختام إذن بهذا الأداء المميز الجميل، نتابع الصدارة، نتابع المقدمة والمركز الأول والصدارة شاهين هنا من هجن الرئاسة بمتابعة محمد بن عتيق بن زيتون لمهيري وياتي مولع في المركز الثاني هنا هذا الانطلاق الجميل من هجن العاصفة، وفي المركز الثالث سلهود أيضا من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي هناك شاهين لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، والمتابعة لدى أيضا سلطان بن عبد الله بن شر الخاطري، وفي المركز الخامس شاهين سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع سعيد بن سالم النيبي في تضمير من ينطلق على المركز الخامس، وفي المركز السادس براق ياتينا في المركز السادس مشتاق حمدان بن راشد بن سعود المكتوم مع سيد بن احمد بن خريدة، وعلى المركز السابع ياتينا مزراق سمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان آل نهيان احمد بن خلفان بالصايغ المزروعي في تضميره، وعلى المركز هنا ايضا الانطلاق الثامن مراكزنا ياتي مرسال سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعود المكتوم مع احمد بن سلطان بن رشيد في تضميره، وصل عضعاض بهذا الانطلاق المميز الجميل وهذا الاسم الممتاز هنا بهذا الانطلاقة هنا من هجن زعبيل بمتابعة راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد، وعلى المركز العاشر من ينطلق هنا هجن العاصفة ايضا تنطلق باداء جميل مع مرموق على عاشر مراكزنا. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الاولى المنطلقة في هذه التحديات الجميلة. نعود الى صدارة، نعود الى المقدمة والى المركز الاول وصدارة هذا الشوط هنا، والمقدمة والمركز الاول والصدارة هناك مع شاهين من انطلق على الصدارة وعلى المركز الاول من هجن الرئاسة بمتابعة محمد بن عتيق بن زيتون لمهيري، وشاهين في المركز الثاني لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم سلطان بن عبد الله بن شر الخاطري في تضميره. المركز الثالث ينطلق سلهود هنا من هجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي على المركز الثالث، وفي المركز الرابع شاهين سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع الشباب سعيد بن سالم لنيبي في تضميره على المركز الرابع، وفي المركز الخامس مولع من ينطلق على المركز الخامس من هجن العاصفة ومتابعة غياث الهلالي هناك مرسال ياتي سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم احمد بن سلطان بن رشيد في التضمير من ينطلق بتحدياته الجميلة. سابع المراكز مرموق هنا من هجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي، وهنا عضعاض القادم بكل قوة بهذا الاداء المميز الجميل. عضعاض القادم من هجن زعبيل بمتابعة راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد من يتابع على المركز هذه اللحظات الثامن، وفي المركز التاسع ويأتينا براق ومشرق حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع سيد بن أحمد بن خريدة، والمركز العاشر مزراق سمو الشيخ
سلطان بن زايد بن سلطان آل نهيان بقيادة أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى المنطلقة في التحدي الجميل. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول، إلى صدارة هذا الشوط. شاهين المسيطر على زمام الأمور، شاهين المسيطر على المقدمة وعلى المركز الأول من هجن الرئاسة محمد بن زيتون المهيري. في المتابعة المركز الثاني شاهين، ثم الشيخ سعيد بن محمد بن راهد بن سعيد المكتوم، سلطان بن عبد الله بشار الخاطري في تضميرة وأرى التسلل، التسلل من سلهود، سلهود من تسلل إلى الصدارة، إلى المقدمة، إلى المركز الأول هنا بهذا الانطلاق. ولكن عاد شاهين، شاهين بانطلاقته وتحدياته، تبادل الكراسي بين ثلاثية على المقدمة بأداء جميل وعرض مميز هنا في هذه المسيرة الرئاسة والعاصفة وسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم. نتابع المركز الرابع، المركز الرابع، وياتينا هنا ايضا شاهين في المركز الرابع لسمو الشيخ عمدان بن راهد بن سعيد المكتوم مع سعيد بن سالم لينيبي. وفي المركز الخامس مرسال لسمو الشيخ عمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بمتابعة المضمر احمد بن سلطان بن رشيد. عضعاض القادم، عضعاض قادم ايضا وعينه على الصدارة في هذه اللحظات هنا من هجن زعبيل بمتابعة راشد بن محمد بن مروشد. من يتابع عضعاض في هذه الانطلاقة، بدأ عضعاض بالتقدم من مركز إلى مركز في هذا الأداء المميز الجميل. الله والتحديات المتميزة في هذا الانطلاق المميز الجميل. الله، هنا شاهين من غير على الصدارة، شاهين من غير على المقدمة وعلى المركز الأول. افتتحنا الكيلومتر الأخير، شاهين سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بمتابعة هنا الشاب سعيد بن سالم لينيبي. من ينطلق على الصدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الأول. المركز الثاني عضعاض ينطلق على الصدارة، ينطلق على المقدمة، يعضعض الجميع على الصدارة، على المركز الأول. عضعاض إذن على صدارة هذا الشوط بهذا الانطلاق المميز الجميل لسوهجن زعبيل التابع لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بمتابعة راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد. هنا أيضا المتألق يقدم لنا عضعاض في هذا الانطلاق المميز الجميل، يعظعظ المقدمة بأدائه، يعظعظ المقدمة بفوزه، بناموسه، بتحدياته. المركز الثاني هنا القودم في هذه اللحظات مرموق العاصفة، أيضا قودم بهذا الأداء المميز الجميل. هو التحدي والإثارة اللحظات الأخيرة. الله، عظعظ ومرموق، عظعظ ومرموق، الله الله الله، التحديات الجميلة. عظعظ صامد على الصدارة، على المقدمة، ومرموق قادم. الله، اللحظات الأخيرة، أضعاف مرموق أضعاف مرموق يتسلل على صدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط من هجن العاصفة وغياث الهلالي. أضعاف في المركز الثاني هنا من هجن زعبيل. المركز الثالث شاهين ثم الشيخ سعيد محمد إبراهيم سعيد مكتوم. المركز الرابع، المركز الرابع مرسال لسمو الشيخ حمدان بن راهب سعيد المكتوم. المركز الخامس هناك ايضا شاهين من هجن الرئاسة. وفي المركز السادس شاهين سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. وهنا الصدارة، هنا التوقيت الزمني ولحظة وصول مرموق الى خط النهاية بتسع دقائق. توقيت الزمني هنا 34 الثانية، 9 من الاجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة ولغير
الياس الهلالي، بينما المركز الثاني كان من نصيب أضعاف من أتى على المركز الثاني بهذا الانطلاق المميز الجميل وتحدياته. 9:35 9 من الأجزاء من الثانية، تهانينا لهجن زعبيل ومالكها سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم، والتهنية راشد محمد بن سعيد بن مروشد. أما المركز الثالث فكان من نصيب شاهين لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم بمتابعة سلطان بن عبد الله بشر الخاطري قاطع المسافة في 9:42 جزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس تهانينا للجميع. هكذا يا الحبل الكريم مشاهدين الأعزاء في كل مكان انتهت حكاية هذا الأسبوع بالنسبة لسن الصغار على مدى 3 أيام، يوما للحقايق يوما للقاية ويومنا هذا الذي انتهى قبل قليل.